هل هذا جهاد في سبيل الله أم في سبيل السلطة وتجارة بالدين؟ عندما يحاولون اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر بالمنشية، وهو الزعيم الذي وقف في وجه الاستعمار وأعوانه وحارب حتى يكون لمصر قرارها من رأسها، فنسألك بالله، من كانوا يخدمون إذا نجحوا في قتله غير الأعداء؟ عندما يغتالون الإمام الذهبي وزير الأوقاف، عندما يغتالون الرئيس السادات، وهو من هو؟ هو البطل، هو قائد النصر وتحرير الأرض من احتلال اليهود، هو راسم البسمة وباعث الفرحة في نفوس كل المصريين والعرب والمسلمين، هو الأمل في بناء مصر الحديثة العظيمة العريقة، هو من تعلقت به قلوب الجماهير وتفاءل به الجميع، وفجأة يغتالوه أثناء مراسم الاحتفال بعيد النصر والتحرير. فنسألك بالله، من يخدمون غير الأعداء؟ وبرغم ذلك لم يتوقفوا عن رفع السلاح ضد أبناء وطنهم، وعندما تقول لهم اتقوا الله تأخذهم العزة بالإثم وتتوالى الاغتيالات. تلطخت أيديهم بدماء أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء عام 45، واغتيال أحمد الخازندار ومحمود فهمي النقراشي ورفعة المحجوب وفرج فودة المفكر الإسلامي، ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ. وكأنهم نسوا أو تناسوا عمدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هم إذن من الإسلام؟ والله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. فأين هم من الإسلام؟ لو كان هذا تاريخ ومضى، فما حالهم الآن؟ وصلوا للسلطة بعد أن ظن كثيرا من الشعب أن الإخوان والجماعات الدينية التي معهم كانت مضطهدة في عهد مبارك وكل عهد سبقه، وأنهم الأتقياء الأنقياء. تفاءل الناس بالخير فانصدموا، فلا نهضة حققوا ولا إسلاما طبقوا، فلم نجد إلا مخاصمة وفجورا لكل من لا يؤيدهم في باطلهم، ولم نجد إلا سبا وتشهيرا بكل من يعارضهم على قنوات ظنناها قنوات دينية، ولم تكن إلا قنوات فتنة وتحريض وعنف. اشمأزت منها النفوس السوية فانفض الناس من حولها، وكأنهم أتوا ليشوهوا صورة الإسلام أمام المسلمين. بالله عليكم، هؤلاء يخدمون من؟ الإسلام كما يزعمون أم أعداء الإسلام؟ بالحق نقول: لم يحققوا وعدا واحدا وعدوا به إلا وعدهم بحرق مصر. وهذا ما حدث عندما رفضهم الشعب، فانكشف وجههم الإرهابي القبيح، وبدأوا في الانتقام من مصر وشعب مصر، فأعطوا الأوامر لعناصرهم في سيناء، فهاجموا جنود الشرطة والجيش وقتلوا الضباط وقصفوا الأقسام بالأسلحة الثقيلة، وكان آخرها اغتيال 25 مجند من الشرطة وهم عزل في عمل إرهابي غاشم. ونفذوا عملا إرهابيا غادرا على قسم كرداسة، وقتلوا 16 ضابطا وجنديا من خيرة جنود مصر، من بينهم مأمور القسم ونائبه، وألقى أحد عناصرهم أطفالا من فوق أسطح العمارات، وحرقوا مسجد رابعة قبل تركه لاتهام الشرطة بهذا العمل اللاديني. خربوا مسجد الفتح واختبأوا فيه بالسلاح، وأطلقوا النار على الجيش والأهالي من فوق المئذنة. حرقوا عشرات الكنائس ولم يسمعوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتلوا أكثر من 45 جنديا وضابطا وقت فض اعتصامي النهضة ورابعة الإرهابيين،
حرقوا مبنى شركة المقاولون العرب وأطلقوا النيران على سيارات الإطفاء التي حاولت إخماد النيران، واقتلعوا البلاط من الشوارع واستخدموه في بناء جدران لقطع الطرق، واعتدوا على الآمنين وعذبوا كل من تعرض لهم. ولسان حالهم يقول: نحكمكم أو نذبحكم. وبعد كل هذا يزعمون أنهم ينصرون الشريعة. والله إن الإسلام منهم براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فما هم إلا تجار دين، دعاة فتن، ضالين مضلين، ينصرون الباطل ويعادون الحق، وما هم إلا عبيد سلطة. ورحم الله الشيخ الشعراوي حين قال: إذا وجدتم رجل الدين يستميت على المنصب فلا تولوه. وصدق الله العظيم حين قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. اعقلوا هذه الحقائق عنهم، لعلنا بكم ننجو ولعلكم بنا تنجون. نصور مصر. Thank you.